اكرم، انا هقول لك على حاجه حصلت اول امبارح. محمود اخو مراتي قال جمله لطيفه جدا. كنا بنتفرج على البرومو بتاع المسلسل اول امبارح، فقال لي بالظبط كده، قال اكرم من القليلين اللي عرفوا يخرجوا بمنتهى البراعه والسلاسه من الشخصيه الواحده. والله بص، يعني مش عايز ادعي ان دي شطاره قد ما هو توفيق من ربنا. انا اجتهدت ان انا ما احبسش نفسي جوه شخصيه ابو حفيظه. وقعدت سنين على يدك يعني بحاول مع المنتجين اقول لهم يا جماعه ما تعالوا نخرج وتعالوا ممكن نعمل ده وممكن نعمل ده، وعاده يعني بيبقى جهه الانتاج عايزه تلعب على المضمون. فهو انا اجتهدت بصراحه وسعيت، والتوفيق بتاع ربنا، ربنا كرمني كرم كبير جدا في ان انا اطلع اخرج من شخصيه ابو حفيظه وما اخرجش خسران.